أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين التي أيضا يمكنكم المشاركة من خلالها عبر إرسال رسائلكم النصية. اليوم الموضوع سيكون عن صراع الميليشيات في العراق. الآن هناك أحداث جديدة، تطورات قد يراها البعض بأنها يعني صراعات حقيقية موجودة على الساحة، وقد يراها البعض بأنها ضمن مسلسل معمول أو مفتعل في العراق الآن. يعني هو بالنهاية يظلون تحت الخيمة الإيرانية كما يقال، أو تحت المرجعية الإيرانية كما يقال، وبالتالي قد تكون هناك خلافات بسيطة، لكن في المجمل هم يتفقون على استراتيجيات وسياسات معينة. هناك وجهات نظر متعددة لما سنطرحه اليوم في هذه الحلقة. طبعا الموضوع اليوم سيكون عن الخلاف أو الاختلاف ما بين ميليشيا العصائب وتيار الحكم التابع لعمار الحكيم. هناك اتهامات، تبادل الاتهامات، هناك محاولات لتنظيم تظاهرات الآن تحديدا اليوم بالذات، دعوات من أجل تحشيد أنصار العصائب كميليشيا وأنصار تيار الحكم التابع لعمار الحكيم. كل يريد أن يؤجج الصراع من طرفه، يهاجم الطرف الآخر بطريقته، إن كانت بوسائل إعلام، إن كانت بقنوات فضائية، أو إن كانت على الشارع عن طريق تجميع أو تحشيد الأنصار. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود للحديث بهذا الموضوع عن قضية الميليشيات في العراق، هل هو صراع حقيقي أم مفتعل؟ الله يخليك جوانب طرق النعاد والدشداشة البيضة. شوفهم الآن إمبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. إحنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سأقرأ على حضراتكم بعض الأخبار التي وردت بخصوص تطورات طبعا الصراع ما بين عمار الحكيم وقيس الخزعلي وطبعا ميليشياتهم وأحزابهم. هذه الأخبار طبعا ستكون مهمة في مناقشة الموضوع لهذا اليوم. بالبداية، طالبت ميليشيا العصائب وتيار الحكمة الطرفان طالبا أنصارهما بالتجمع في منطقة الجادرية ببغداد للتظاهر إثر التصعيد الأخير المتبادل طبعا بين الطرفين. المصادر الصحفية قالت إن ميليشيا العصائب أطلقت دعوة لأتباعها للتجمع في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم السبت اليوم أمام مقر تيار الحكمة في منطقة ساحة جسر الطابقين بالجادرية. وأيضا الهدف كان لوقف الهجمات التي تأتي من قناة الفرات التابعة لعمار الحكيم. أيضا بالمقابل رد عمار الحكيم بالتحشيد بطريقته أيضا في ساحة الحسنين في منطقة الجادرية للتنديد بما سماها استغلال اسم الحشد للتغطية على جرائم الاغتيال والسرقة. طبعا هذه الاتهامات موجهة من تيار الحكمة لعصائب الخزعلي. نأتي إلى رد من مكتب عضو المكتب التنفيذي في تيار الحكمة أحمد الساعدي الذي وجه رسالة إلى زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، قال بها إن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. وجاء في الرسالة أن انتهامكم للتيار يعد تطاولا واستهدافا ممنهجا وسافرا للمشروع وقياداته، بحسب طبعا تعبير الساعدي. أيضا أن العدوان، أضاف أن العدوان لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب بعض قياداتكم الميليشياوية الفاقدة لأي كياسة وبأسلوب العصابات تكيل الشتائم والاتهامات لمشروعنا الوطني أي عمار الحكيم، وهذا دليل صارخ على أنكم جماعة لا تفقه بالسياسة والثقافة شيء، كل ما لديكم هو القدرة على إرهاب وابتزاز الناس العزل والأبرياء، بحسب ما جاء في رسالة تيار الحكمة لزعيم ميليشيا العصائب. طيب، لماذا تخرج الآن هذه الرسائل؟ لماذا تخرج الآن هذه الاتهامات؟ لماذا لم يتهموا بعضهم منذ أن تشكلوا في البداية، منذ أن خرجوا للعلن في العراق بعد الاحتلال؟ الآن بدأت جماعة عمار الحكيم تتهم أو تفضح قيس الخزعلي بأنه سارق وقاتل. ماذا عن 15 عاما التي مضت والتي كان هناك إجرام حقيقي وسرقات ارتكبت على أيدي هذه الميليشيات أو غيرها؟ وطبعا هناك توثيق لهذه الحالات. ولكن بالبداية قبل أن نكمل الحديث بهذا الموضوع نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، قبل سابقا كنت من الداخل وياكم أقول سيجعل الله فاسقا فيما بينهم، الآن جعل عاطر
لكن شوي يحتاج للصبر شوي شوي نصبر الى ان واحد يثق بالله. هذه الناس الابرياء اللي راحت عليهم هؤلاء الزمره والعصابه هذه لن دمائهم لن تذهب سدى، اعراضهم واموالهم ودمائهم هذه لن تذهب سدى، هذا لابد ان يكون لها نتيجه. هذا تحريك من ايران على عمار وتحريك من امريكا دفاعا، طبعا امريكا دافع عن عمار، ايران دافع عن قيس، كل واحد عنده مجموعته. فهم ذولا اسرع ست شوي يعني. ابو عمر سؤال لو سمحت، ابو عمر هل ما نراه الان على مدى 15 عاما منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، منذ أن خرج عمار الحكيم ومنذ أن خرج وبرز قيس الخزعلي، هذه الشخصيات ألا تخدم في النهاية المشروع الإيراني؟ نعم أستاذ، هي لماذا إذن تسلط إيران الخزعلي على الحكيم؟ أستاذ هي خدمة المشروع الإيراني، ما أقول لك لا، لكن المصالح من تختلف، ينباع الأول والثاني، تنباع القيم والمبادئ والاتفاق، كل اتفاقيات تنباع المصلحة تختلف. الآن يعرفون كل زين أن أمريكا حاجة شاكينة على إيران، ما تعرف إيران إلا تلفح هذا النظام ديجة، ما تبقي ولا عمامة واحدة بإيران ولا بالعراق تسعى تحكم، فلهذا السبب تشوفهم هم انضموا إلى المعسكر الأمريكي. نعم. تركوا المعسكر الإيراني، قيس ما يقدر يعرف المعسكر الإيراني، لأنه مرتبط ارتباط وثيق بها، مساعداته من عنده، أموال من عنده، نعم، أموال هم يسرقونها، لكن أستاذ يا ترى الفترة القادمة ايش راح تكون بيناتها؟ راح تكون على يعني هنا نطرح سؤالا يعني حقيقة بهذه القضية، هل هو الصراع حقيقي؟ هل هو صراع حقيقي؟ أم أنه مفتعل ربما يعني لجذب أنظار وسائل الإعلام على قضية مزيفة قد تكون، وإبعادهم عن قضايا قد تكون أكبر من ذلك بكثير وفضائح أخطر من ذلك بكثير؟ لا أستاذ، هو صراع حقيقي، تدري ليش؟ لأنه حول التصويت حول مسألة وزير الداخلية، هم هذا السبب يقول خلص 14 مقعد عند الريجن شيبة، وتوقع أنه باسر عقبة أمين يهجمون على جماعة مقتدى يقتلون بهم مثل ما قتلوا بعض القيادات بالميليشيات مقتدى، قتلوهم ما قدروا يسوون شيء، ما قدروا يسوون أي شيء. فلهذا السبب هذا الصراع هذا حقيقي لكسب على الأقل يعني جلبهم إلى معسكر الإيراني مرة أخرى، لكن هم لم يأتوا للمعسكر الإيراني. ولكن نشوف صراع ميليشيات في العراق سيثير الوضع وسيجعل العراق بحالة اضطراب وتدهور أمني أكثر مما هو عليه الآن. يعني ميليشيات لديها سلاح ويتحول العراق إلى حرب عصابات بتصعيد من الطرفين، هل تعتقد أن هذا السيناريو مطروح أصلا؟ أستاذ هو مطروح، لكن يا ترى هل هؤلاء جماعة معسكر إيران راح يضحون باللي فازوا به من الغنيمة خلال 15 سنة أن يضحون به؟ لا، هم راح يدون بتنازلات، ما أقول لا، راح تكون هناك تنازلات للمعسكر الأمريكي، يقبلون أو ما يقبلون، لأنه إذا راح أمريكي راح الأول والثاني. قيس وين كان عنده حماية 500 شخص وعنده أرض في وراء فندق بابل 10,000 متر مربع، قصر آخر درجة وحماية، والله الله، والأموال هاي اللي يتمتع بها هاي وين كانت موجودة على قيس؟ قيس لا قيس ولا مقتدى ولا نوري، احنا نعرف كلهم كانوا جادي في دول اخرى في ايران وفي لبنان. شكرا ابو عمر، شكرا جزيلا. صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه هذا السيناريو اللي جاي يدور حاليا بالعراق، احنا نعرف هو صراع دولي بين الولايات المتحده ودوله الجاره سوء ايران، لكن ايران عندها اجندات جندت حقيقه كثير من العراقيين، هي أول شيء الأحزاب وثاني شيء الحشد اللي شكلته واللي يشرف عليه مباشرة، يعني نعرف إحنا قاسم سليماني له تأثير على هذه الميليشيات الطائفية اللي شكلت، فهاي كلها تعتبر أذرع بيد إيران وتحديد القواعد اللي شكلتها بالآونة الأخيرة القوات الأمريكية. فإيران لازم تضغط على المواقع والتواجد الأمريكي بالعراق. شنو تضغط عليهم؟ ما راح تضغط عليهم بحرس ثوري فعلي أو حزب الله فعلي، راح تضغط عليهم بالحشد يسموهم ولد الخايبة. قيس الخزعلي أكيد خاتل بالقصور، وهادي العامري خاتل بالقصور، والمالكي والفياض وغيرهم من قيادات الحشد والمهندس خاتلين، ولد الخايبات أبناء الجنوب هم اللي راح يصارعون بيناتهم على مود تخفيف الضغوط الموجودة على إيران. يعني مو هم جاي يدافعون
حقيقه مثل يقاومون المحتل. يعني انا بس اود ان اطرح لحضرتك وطبعا للمشاهدين الكرام التغريده على تويتر من قيس الخزعلي، يقول انه من منتهى الدناءه ان يتهم الناس الاخرين زورا وبهتانا اذا اختلفوا مع بعضهم البعض. ووصف الخزعلي الجهه التي تكيل اتهامات لميليشيا العصائب بالعميله، اي عمار الحكيم. نعم. يعني انه من الدناءه ان يتهم الناس الاخرين زورا وبهتانا واذا اختلفوا مع بعضهم البعض. يعني قيس الخزعلي واحد من الاشخاص الذي في شعاراته وخطاباته الطائفيه او ذات السمه الطائفيه التي صنفها هكذا المجتمع العراقي، الذي يتهم الاخرين ويتهم محافظات بعينها ويتهم مواطنين بعينهم بانهم خنادق وانهم دواعش وبعثيه وغيرها. والمسؤول عن هذه الميليشيات والاب الروحي كما يسمى نور المالكي هو ايضا شخص اكال الاتهامات لكثير من الشخصيات، ومثله مثله الكثير من البرلمانيين الموجودين الان في السلطه والسياسيين وقاده الميليشيات. لماذا الان هذه التغريده تخرج لتوجه الى عمار الحكيم فقط؟ بالنسبه للحادثه الاخيره اللي صارت اغتيال صاحب المطعم مدينه الثوره، مدينه نعم. الصدر يسموها بعد تغيير اسمها. نعم. الداخليه اكتشفت ان اللي منفذ مش كم احد المنفذين هو من العصائب، فقناه الفرات اللي تابعه لعمار الحكيم اعتقد بثت هذا الخبر وروجت لهذا الخبر. نعم. في سبيل تكشف للناس او تسقيط هاي المرحله القادمه ان العصائب وراء كل الاغتيالات اللي جاي تصير هم وبدر. وحقيقة الشارع العراقي اللي صامت حقيقة وساكت يعرف كل الاغتيالات اللي صارت في جنوب العراق، اللي ما موجودين لا دواعش ولا موجودين بعثية بالبصرة أو بغيرها، هاي الاغتيالات اللي صارت كلها على إيد العصائب وعلى إيد بدر والحزب الدعوة. فهذا واقع حالنا أن قيس الخزعلي والعصائب هم ناس مجرمين، ناس علاسة، ناس يقتلون بالعراق. طيب تعال على الطرف الثاني يا سيد صباح حتى لا يبين أنه إحنا دنهاجم عمار الدنهاجم قيس الخزعلي على حساب الدفاع عن عمار الحكيم. عمار الحكيم ايضا ليس بملاك. لا، عمار الحكيم ايضا عنده ميليشيات وعنده اجندات مسلحه ويقومون بتنفيذ نفس المخططات، لكن هم اكو ناس تعمل بصمت تقتل بالعراقيين بصمت، واكو ناس تقتل بالعراقيين يعني علن. مثلا العصائب من البارحه احد الضباط نزلهم على نقيب بالداخليه، تم اعتقاله من قبل عصابات العصائب. عمار الحكيم ما يختلف عنهم، لكن تضارب المرحله القادمه وهو الصراع الامريكي الايراني وكل من يريد يبري نفسه بالساحه العراقيه انه بعيد عن الاغتيالات وبعيد عن هذا الموضوع الميليشيات الوقحه وغيرها، لكن هم كلهم قيادات طائفيه، سواء عمار الحكيم او قيس الخزعلي او كل الطبقه السياسيه الحاكمه حاليا هي طبقة طائفية ميليشياوية فاسدة، سارقين المال العام. نعم. ناس مجرمين، ناس ولاءهم مو للوطن. ثق واعتقد استاذ كل اللي يحكون بالتلفزيون طائفيا هم حبهم لإيران أكثر من حبهم للبلد العراق، وخدمهم إيران أكثر ما يخدمون العراق كلهم بدون استثناء. يعني اللي يطلع لك مسؤول قيادي بالميليشيات الطائفية يقول أنا أتمنى اندفن مثل المهندس، اتمنى اندفن من اموت بايران، يعني هذا شنو من بشر؟ يهم العراق بشيء؟ قدمهم للعراق فشيء؟ بنوا بناء واحد للعراق قيس الخزعلي او المالكي او العبادي، العبادي اللي يقول سوف اضرب بيد من حديد، اربع سنوات خلصت وضحك على العراقيين كلهم وضحك على شيعته قبل. نعم. ما يضحك على السنه. شكرا جزيلا سيد صباح، انا اشكرك للمشاركه. لدينا متصلين ينتظرون. السيده ام محمد من السليمانيه تفضلي. السلام عليكم. سلام لحضرتك استاذ محمد والقناة الرافدين وكادرها. شكرا جزيلا. عيني استاذ محمد، هو اذا قيس قيس الخزعلي واذا الخزعلي نعم، واذا هذا العامري واذا عمار الحكيم واذا هذول كلهم تربية ايران ومو نعم. عراقيين. هم ما طول اختلقوا بإيران، هم مو عراقيين، هم شنو سووا للعراق استاذ محمد؟ شنو سووا؟ شوفها بغداد خراب، انا اليوم جايه من بغداد، اليوم هسه توني جيت قبل ساعه من بغداد. نعم. صار لي تقريبا 20 يوم ببغداد، هو شنو صاير ببغداد استاذ محمد؟ نعم. كل شو ماكو ببغداد، بغداد خرابه، متروسه لفايات من الامطار، من الشوارع المحفره. اصلا كل شيء ماكو، حتى الناس عندها تخوف تطلع من البيوت،
النساء حتى الاطفال يقولون لهم بعض راح ياكلكم برا، يقعدون بالبيت على مود لا يطلعون يخطفون الاطفال. زين الرجل لا يطلع يقول ما ادري ارجع ما ارجع، يودع اهله ويطلع. زين هو شنو سواه هاي الحكومه؟ يلا هم هاي مو شكونهم، هم هذول شكون حكومه استاذ مصطفى؟ والله انا ما اقول كل شيء، انا اطالب واناشد كل الدول وكل الدول العربيه احنا ما نريد هاي الحكومه. هسه حاليا نريد الصحافه هي تحكم بالعراق. الصحافه؟ كل اي نعم الصحافه، الصحفيين احنا نريد. اكو بعض الصحافه يعني ملتزمين حيل بالشعب العراقي. اي نعم نريد الصحافه هي الاعلاميه هي تحكم العراق. طيب احنا ما نريد هذولا. نعم ام محمد عمار الحكيم وقيس الخزعلي هم كلهم جهه نعم مثل ما تفضلتي تابعين لإيران بشكل أو بآخر، مدعومين ينفذون أوامر يعني أصحاب ولاء وغيرها. إذا نجي نأخذ مثال مقتدى الصدر على سبيل المثال، ولا هو الموضوع يعني اليوم عن صراع الحكيم والخزعلي، لكن طالما يدور في إطار الميليشيات فالصدر موجود. المظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر في السابق واقتحموا البرلمان، وقال أنصار الصدر في اتصالات حتى معنا في قناة الرافدين أنه في خيمة الصدر جاء وفد إيراني بكلمتين فضل هذا التظاهر، وخرج مقتدى الصدر انسحب وانسحبت معه الجماهير التي جاءت معه. يعني القصد أنه ليش ما ممكن هسه تدز إيران وفد يصالح عمار الحكيم على قيس الخزعلي وتنتهي القضية ويرجع الخراب والدمار مثل ما هو؟ يعني شنو الفرق إذا تصارعوا أو إذا تصالحوا؟ أم نعم. محمد نعم هو ماكو فرق إذا عمار وإذا قيس الخزعلي وإذا هادي العامري وكل مقتدى ما يقدر يتحرك، كلها نعم. أوامر من إيران، إحنا عندنا كل شيء أوامر، هاي الحكومة ما يقدرون يشكلوها إذا مو إيران، وبكيفها إيران هي اللي تخلي وهي اللي تطلع. أستاذ محمد نعم. قبل اليوم ننتخب باللي ينطوني. للأسف فقدنا اتصال مع السيدة أم محمد من السليمانية. عموما شكرا جزيلا للمشاركة. يعني كما تحدثنا هناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع، هناك من يعتقد أنه صراع حقيقي وربما سيشعل الوضع في العراق أكثر، خاصة أنه صراع ميليشيات وميليشيات لديها ثقل الآن وسلاح وأفراد ودعم قوي من إيران، وهناك من يرى بأنه هذه مجرد مسرحية، الكل في النهاية يتجهون إلى جهة واحدة وإلى مصدر واحد وإلى داعم واحد وأصحاب ولاء واحد، وبالتالي قد يختلفون في وجهات نظرهم. قد تتهم جماعة عمار الحكيم جماعة الخزعلي بأنهم قتلت صاحب مطعم أو قاموا بسرقة المكان الفلاني أو غيرها، وكذلك من الطرف الآخر توجه الاتهامات ميليشيا العصائب لتيار الحكمة وعمار الحكيم وأنصاره. لكن في النهاية قد لا يتوسع حجم هذا الصراع ويظل على مستوى التصريحات وتبادل الاتهامات، يعني كمعتاد أمر معتاد من السياسيين أو من أصحاب قيادات الميليشيات أو أصحاب الأحزاب الموجودين الآن في العراق. لم نرى موضوعا تطور أكثر من ذلك بين ميليشيات في العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. قد تكون هناك بعض العمليات أو الاشتباكات البسيطة أو الاختلافات أو العراك حتى في داخل البرلمان، لكن لم يتطور الأمر إلى أكبر من ذلك. هذا الذي يجعلنا نطرح هذا السؤال، هل هو صراع حقيقي أم أمر مفتعل ربما لجذب الأنظار إليه وإبعاد الأنظار عن قضايا قد تكون أكبر. لكن نكمل الحديث بهذا الموضوع ونتحدث عن مدير مكتب عمار الحكيم صلاح العرباوي، الذي قال إن اتهام تيار الحكمة بالعمالة واتهام الزور وجهان لعملة واحدة. يقول طبعا ايضا القناة الفرات التابعة لعمار الحكيم هي مستمرة طبعا بقضية نشر الانباء بشأن قاتل مطعم ليمونة، وقالت ان العصائب توصل الضغط على الجهات الامنية لاطلاق سراح القاتل فيما قامت بتسريب شريط مسجل قالت انه يخص قيادي في ميليشيا العصائب يهدد استاذا جامعيا. هذا الموضوع ايضا عرضناه. رئيس كتلة ميليشيا العصائب النيابية عدنان فيحان اتهم القناة التابعة لعمار الحكيم وكذلك قناة الحرة الأمريكية باستهداف ميليشيا الحشد. قال إن استهداف قناتي الفرات والحرة للحشد لم يكن من دون اتفاق بينهما، وذكر أن قناة الفرات بعد سرقات وتجاوزات في مصفات بيجي حصلت عندما كان وزير النفط تابعا لتيار الحكمة.
إذن هذه هي الاتهامات في العراق، لكن كيف سيكون الوضع الأمني الآن في ظل هذا الاختلاف أو هذا الصراع ما بين الميليشيات أو أصحاب الأحزاب وزعمائها في العراق الآن، خاصة بأن هناك سلطة وهناك قوة لهذه الميليشيات وهناك قوة لهذه الأحزاب، لا يستطيع أحد مهما كانت رتبته في داخل الجيش العراقي أن يتحدث مع قيس الخزعلي بأي طريقة سوى الخوف والاحترام له، ليس لأنه شخص يطرح أو يفرض احترامه على الآخرين، لكن الفكرة أنه صاحب ميليشيا وصاحب سلاح. والآن القانون الذي يسير في العراق الآن كما استمعتم قبل قليل، هناك ضغوطات تمارس، قانون الضغط، قانون شراء الذمم، قانون التهديد بالقتل أو القتل الفوري في حال لم تنفذ المطالب، إن كانت اعتراضات اختلافات وهذه الأمور. الوضع في العراق الآن وضع يغيب عنه القانون، هناك سيطرة لهذه الميليشيات، هناك غياب للدولة، ضعف في أدائها، ضعف في أجهزتها الأمنية، فقدان السيطرة على الميليشيات. قيس الخزعلي كان من الأشخاص الذين في فترة من الفترات دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة ثم تراجع عن ذلك، مقتدى الصدر كذلك، عمر الحكيم كذلك، هذه الشخصيات التي كانت تدعو أو تتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، لكن أين هو السلاح الذي حصر بيد الدولة؟ هذه الميليشيات ما زالت تتمتع بامتيازاتها بسلاحها، وهناك امتيازات قادمة في هذه الموازنة بالنسبة للحشد الشعبي وغيرها من هذه الميليشيات، دخلوا الآن في العملية السياسية ودخلوا في البرلمان ولديهم وزراء وأصبحوا يسيطرون على المشهد سياسيا بشكل رسمي وعلى الشارع بشكل غير رسمي. هذا هو الوضع في العراق. فهل هذه الخلافات ستؤجج الوضع في العراق الآن؟ صراعات قد تنشب، قد ربما تتحول أو تتصاعد إلى اختلافات بحمل السلاح بين هذين الطرفين. هل ستتدخل أطراف أخرى من الميليشيات، من زعمائها، من إيران، من قيادات حكومية في السيطرة على هذا الوضع، أم ربما ستظل هذه الاتهامات وتتصاعد مع مرور الوقت؟ معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقناتكم وإلى المشاهدين الكرام والمتصلين. حياة إن شاء الله معبد. وإلى كل عراقي شريف. شكرا جزيلا. أستاذ، إذا نريد إحنا نشوف الواقع الحالي للعراق، ترى العراق صار يعني الوضع في العراق شلون الحديدة الحارة. لأنه أمريكا من دخلت إلى يعني من سحبت من سوريا وأخذت بشكل يعني علني أو غير علني، هي سيطرت على كل المعسكرات العراقية. هاي أولا. ثانيا، أمريكا من سيطرت على هذا الوضع وعلى المؤسسات وعلى المطارات، وحتى البارحة قالوا إنه أمريكا هي سيطرت على الطيران العسكري والمدني. زين، معناها هي سيطرة على وزارة الداخلية وعلى وزارة الخارجية. زين، أصبح الميليشيات في وضع سيء جدا، إنه هذا ما أرادته أمريكا، حتى قالت إنه في حالة وجود أي شيء يجب ترك الميليشيات والأحزاب فيما بينها تتصارع، حتى لو بالشوارع وقتال بالشوارع، إنه لا يجوز للجيش الأمريكي أن يتدخل بهذا الصراع، خليهم يتعاركون بيناتهم. فمعناها إحنا هسه الوضع إن شاء الله لصالح العراقيين، وإن شاء الله إنه. وهل إيران ستتركهم يتصارعون يا أم عبد الله؟ أستاذ، لأنه إيران أو يعني هي هم تخوف تهدد بأمريكا، بس هي خايفة. ولكن نضع نقطة واقعية، إيران لو فقدت العراق ستفقد السيطرة على كل البلدان التي فيها ميليشيات وفيها أتباع لإيران. أكيد. طيب، أكيد. إيران إذا ستستقتل في الحفاظ على ما وضعته أو ما بنته منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، فهل تعتقدين أن هذا الصراع سيتصاعد في العراق ليتحول إلى حرب أهلية كما تفضلتي؟ والله هو إحنا كل شيء نتوقع في هذا العراق، يعني إذا ما يصير تلاحم للشعب العراقي ودحر الميليشيات ودحر الحكومة، ترى إحنا يعني إحنا رح ننصاب بكارثة، يعني خاصة للشعب العراقي. فإحنا يعني فهي أمريكا تريد انه تضعف الوجود الايراني في الوطن العربي. نعم. وتخلص العواصم الثلاثه من سيطره ايران. فلهذا احنا يعني اذا صارت احداث ما بين الميليشيات، فمن تقول الميليشيات انه فلان سوى كذا وفلان سوى كذا، هي تريد تحسن صورتها للشعب العراقي انه هي ما مسؤوله، مسؤول فلان هو اللي قتل.
يعني هاي ترى هذه هي كلها يعني يعني هاي يسووها في سبيل حتى العراقيين حتى لا يكون انظارهم الى الميليشيات ومن يصح الوصول على اساس انه هذا الشكل. بالاضافه الى هذا انه امريكا طلبت تشفى انه كل القصور الرئاسيه يعني تخلى من الساكنين وبالمنطقه الخضراء والاحزاب كلها تطلع من المنطقه الخضراء. فلهذا احنا نشوف الوضع اللي بنشيد يعني هو بيمشي بشكل بطيء بس هو يمكن ان شاء الله لصالح الشعب العراقي. فهذا طيب. يرجع انه لازم انه احنا نتلاحم مع الشعب العراقي ككل. طيب اين دور السلطه ام عبد الله؟ اين دور السلطه الان؟ حكومه عادل عبد المهدي. استاذ هي وينك السلطه؟ حكومه عادل عبد المهدي الان المشكله حديثا. دعينا من اعتقادك الشخصي، نحن نتحدث عن ما يسمى بالحكومة الموجودة الآن في العراق، هذا الوضع القائم الآن. هناك حكومة تشكلت من انتخابات وإن كانت مزورة، ولكن هذه الشخصيات هي الموجودة الآن التي تسمى بأنها قيادات في العراق. هذه القيادات الحكومية الرسمية أين هي مما يحدث الآن من صراعات الميليشيات واختلافات الأحزاب؟ الحكومة خاصة عادل عبد المهدي ترى دي صاع إلى أمريكا ودي نفذ ما تريد أمريكا. يعني هو يريد يخلص هاي الأحزاب، يخلص الشعب العراقي من هذه الأحزاب. يعني قد يكون هو هذا هدفه، ما نعرف. هو صح عنده أخطاء فظيعة وهو اللي شارك في يعني وسكت عن قتل الشعب العراقي وعن تدبير الأموال للدولة. كلهم هم يعني مصوتين، يعني حتى قسم من السياسيين ترى انهزموا خارج العراق. يعني انهزموا خارج العراق خوفا من استدعاء أمريكا لهم. فلهذا احنا يعني نشد على أيدي العراقيين انه يا عراقي خلي وطنك وشعبك هو بالمقدمة، ولازم نتكاتف. وحتى إذا صار ما بين الأحزاب قتال إحنا لا المفروض الشعب ما يتدخل. شكراً أم عبد الله. شكراً جزيلاً أم عبد الله. معنا أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخوي محمد ولقناة الرافدين. أخي محمد، الله عز وجل يقول في القرآن وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء قادة الميليشيات، وطبعا هم يربطون نفسهم عقائديا بأهل البيت بالإمام حسين ويعني يدعون بالإسلام ويدعون الدم الشيعي بأنه خط أحمر، يعني مرجعياتهم. واحنا عندنا مثل عراقي يقول ما يكون على الحسين، يكون على الهريسه. فهؤلاء لانهم سراق ومجرمين وقتله. ومثل ما قلنا يعني الامام حسين في وادي واهل البيت وعلي في وادي وهؤلاء في وادي اخر. هؤلاء يعني عقائدهم كلها بكاء لطم ويعني متخلفين. يعني شوف الواقع الحالي، الواقع العراقي يبين انهم عقائدهم غلط. بس نتحدث عن نتحدث عن فئه معينه ابو عبد الله حتى لا يكون الكلام معمم. نتحدث عن فئه معينه، الفئه الان التي نتحدث عنها في حلقتنا فئه الميليشيات والاحزاب. يا اخي محمد، اذا فئه معينه، الفئه المعينه يعني نريد نرى عقائدهم وايش يعملون. هذا كل اللي يعملوها كلها غلط في غلط في غلط. فيجب الاسلام الصحيح عندما يدعون لأن هؤلاء يدعون أنهم أحزاب دينية إسلامية، صحيح أم لا؟ صحيح أخي محمد. صحيح. هل يدعون أنهم أحزاب إسلامية؟ هل الإسلام يعني هل الإسلام يفعل يعني هذا الإسلام إن الله عز وجل يقول في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل برنامج هؤلاء رحمة للعالمين؟ بل هؤلاء يسرقون خيرات الأيتام والمساكين ويقتلون. يعني هل الإسلام أمر بالقتل؟ هل الإسلام أمر بسرقة المال العام؟ عندما تقرأ قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عاقب يعني والي مصر، يعني قال لعمر بن العاص يعني تم اعتداء على نصراني، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هؤلاء يعني أين بل يعتقلون الأحرار ويعتقلون الأحرار. رأيك بالصراع الآن الدائر ما بين عمار الحكيم وقيس الغزالي، حتى لا نتوسع بأمور التاريخ والدين، رأيك بما يحدث الآن من صراع؟
أنا أخي مثل ما قلت الله عز وجل يقول وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هؤلاء يدعون أنهم من مدرسة واحدة من مدرسة أهل البيت، لا إصراعهم دليل أنهم مجرمين وقتلة. وأقول لك أخي محمد الآن الأمريكان بعد يومين عندهم اجتماعات في بولندا، يعني هم وزير الدفاع الأمريكي بومبيو قال سنستخدم القوة للحد من إيران، فإن شاء الله أيضا نقول إن شاء الله اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، واللهم ادفع الظالمين بالظالمين، لأنهم عذبوا الشعب العراقي وقتلوا الشعب العراقي ودمروا العراق، فإن شاء الله يكون إن شاء الله سيكون صراعهم بينهم شديد، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله ينتهي شر إيران وميليشيات إيران. شكرا جزيلا أبو عبد الله، كنت معنا من لندن. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنحكي فيها مسألة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نقرأ رسالة سريعة من أحد المشاركين يقول: أخي محمد اللوم كل اللوم على الشعب، ضحكوا عليهم باسم آل البيت، أكو بلد بعصابات وتحمل سلاح تتحكم بالدولة، لماذا الشعب لا يتحد ضدهم؟ لماذا كل منطقة تتبع معمم خايس؟ أين الولاء للوطن؟ لماذا لا يكون المرجع للشعب هو العراق؟ مو كافي، مو صرتوا رخيصين للعالم. في رسالة أخرى قبل أن نأخذ يوسف من بغداد يقول: السلام عليكم الاثنان الخزعلي وعمار، رؤساء عصابات يعملون لصالح إيران، أتلاحظون كلما حدث خلاف بينهم يشعلون الشارع العراقي، يا اما مفخخات او قتل، او يا اما مفخخات او قتل الناس الابرياء لغرض فرض سيطرتهم حسبي الله عليهم. يوسف من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اول شيء يقول اللهم اجعل بعثهم بينهم. نعم. واجعلنا منهم سالمين غانمين، والله شفينا شرهم ان شاء الله. هؤلاء العصابات الميليشيات. نعم. الذي لا رحمة لديهم أخي، هذول عصابات ومافيات وميليشيات، بس الله سبحانه وتعالى يخلصنا من عندهم، زين؟ نعم. يدمرون البلد، يهبون البلد، يلعبون طوبة بالبلد، هي هاي من زمان هيك بيناتهم القادة ناس تقتل ناس، هذول الميليشيات بالله عليك، هاي لو كانت بغير منطقة طبعا، الحمد لله وشكر الرجال يعني من الجنوب يعني مو من بغداد أو من الغربية، كم حادثة صارت مع الميليشيات السترة عليها مع شارع فلسطين ومع المنصور والنبو ومع شارع فلسطين وغيرها ومع الحسينية اللي قوبية تجلس وانفجر على العالم، بالله عليك هاي لو صارت بالغربية لو صارت بالموصل مشان حرقوها حرق بالطيارات، إلى متى هذا الاستهتار بالدم العراقي وبالمواطن العراقي؟ إلى متى يقولون وين الجماعة يقولون يدورون الشخصية للبلد؟ هو احنا جا رئيس مال امريكا ترامب قبل العراق وطلع وما حد عرف بي وما حد علني بي، والله عبد الهادي يقول انا قلت تعال وما استقبله، وانت منه حتى تستقبله ولا ما تستقبله؟ احنا بالنسبه للولايات المتحده او غيرها زين، احنا والله ابتدينا بيهم يا عمي، والله العظيم ابتدينا بيهم، ترى مثل ما داعش اجى على المناطق السنية ودمرها احنا هم دولة انقص من داعش. سيد يوسف ليش سيد المناطق الجنوبية يوسف ليش ليش من يكونون حبايب يتسترون على بعض وعلى جرائم بعض، ليش من الآن يختلفون بوجهة النظر؟ تبدأ تطلع الجرائم والفساد والسرقات والجرائم القتل، وكل ما ارتكبته سواء جماعة عمار الحكيم أو جماعة الخزعلي يعني يدكنون بهالملفات ويخزنون بهالتهم ويخزنون بهذه الفضائح حتى من تجي اللحظة المناسبة. إذن لماذا يتحدثون بالوطنية وأنهم يريدون خدمة العراق وأنهم يريدون تخليصه من الفاسدين؟ ليش هسه تطلع المفاسد اللي بيناتهم عندما تحدث بيناتهم مشاكل؟ أخي العزيز، مو الله سبحانه وتعالى يريد يفضحهم، يعني الحرامي إلى يوم والفاسد إلى يوم والمجرم إلى يوم، الله سبحانه وتعالى يريد يفضحهم. أنت شفت البارحة تسجيل صوتي على إحدى القنوات
واحد بالميليشيات يهدد يقول له شلون تحكي على عدي عوان زين شافوه كل العراق هاي ليس بعجيب عمي انت ما تشوفون ما تعرفون ايش يصير ما يصير الله وكيلك هذول مو ميليشيات حتى معتقلات عندهم زين والله العظيم حتى معتقلات عندهم حتى لهم صلاحيه كل شيء يسوون بالاعدام يطبون يطلعوا هذول عمي ميليشيات الله فضحهم وكل يعني احنا نتعجب على امريكا ساسه امريكا صايره وياهم امريكا ما تدعنا زين الناشد الدول العربية حق خلصنا من عندهم الناشد السعودية الناشد الإمارات حقوق الإنسان العالمية العالم بده تموت في السجون العالم بده طايح حظه حاجة سامع والله قامت العالم تبيع بزرها من وراء الجوع والظلم والقهر زين تعالوا شوفوا هاي العالم ايش جاي يصير بيها بالعراق ايش مدى يصير بيها كلها مغزلة زين الله وكيلك لا خدمات لا فخام لا صح هم ورسالاتهم وي 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 والبرلمان كلهم فاسدين عشان فاسدين وكل مجاوب التزوير الله محمد وعلي سواء تأرون غيرهم هذا قمته أخذ لغرفة للشارع العراق وموت التظاهرات في التحرير وأخذ المالات وشلعه وغيره وشلعه وقلعه وغيره والشعب حاجة سامع برأيك حسبي الله ونعم الوقت برأيك يوسف شنو نهاية هذا الاختلاف اللي بين الخزعلي والحكيم أخي النهاية الشعب إذا ما يتوحد يصير إيد واحدة مثل مصر أو مثل تونس ونطلع أو إيد واحدة نصير ونصططهم دولة وخليهم كليتهم هم ومراجعهم حش المراجع الطيبة وحش الناس الطيبة زين اللي موجودة ولو هم قلة يمكن أكو 3% طيبين حش الزينين إذا ما نحطهم بالزبالة مثل الشعب الأوكراني فالعراق تقوم بقيام والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا جزيلا يوسف كنت معنا من بغداد أحد المشاركين على الواتساب يقول أبو عبادة الجنابي من تركيا لا تتصوروا قناة الفرات تستهدف العصائب حبا بالوطن لو حرصهم على المواطن أو حرصهم على المواطن لا حبيبي لا السبب هو أن عدي عواد النائب التابع لحركة عصائب أهل الحق فضح فسادهم بشركة سومو بمئات ملايين الدولارات والعصائب ما عندهم وزير ولا منصب على مود الحكمة يطلعون عليهم شيء فاختاروا طريق التسقيط الممنهج عليهم هكذا يرى أبو عبادة الجنابي من تركيا أم أزهار من بغداد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام وحيا هاي القناة العظيمة وعامليها أهلا وسهلا بالنسبة إلى الحكيم أو هادي العامري أو الخزعلي أو الصدر أو كل هال إجونا أهل العمايم وهم اللي دمروا البلد هم اللي قادوا إلى هالشيء هم كلها عصابات ومشيلات وجايين دمروا البلد كله إذا هسه صار بيناتهم خلافات وشنو كلهم حرامية إذا الحكيم يريد يحكي ويا الخزعلي هو الحكيم ضايق نص الكرادة كلها وإذا الخزعلي يقعد يحكي بالدين والديانة فهو لا دين ولا ديانة هو سارق كلهم سراق وكلهم حرامية وإصابات لكن رب العالمين راح ينزل عليهم إنذار إن شاء الله قوي أمريكا دخلت العراق واستولت على العراق من الشمال وهي بالوسط وحتى الجنوب أمريكا عندها خطة لتدمير هذول المشاهد اللي جونا من الخزعلي إلى الحكيم إلى الصدر إلى آخره بس بطريقتها الخاصة هي فإحنا هنا يجب على الشعب العراقي أن يفهم هاي القصة شوية أن يدارك هاي القصة أن يتحد حتى يساعد هذا حتى نستولى على هذول العصابات اللي إجوا دمروا هذا البلد واستولوا على أمواله والسجون اللي ملأهم من شباب السنة وكل أطياف البلد فإن شاء الله هذول وقتهم كلش قريب إن شاء الله بإذن الله ربك يمل ولا يمل حسن الله إن شاء الله بس رح أصير إننا رح أصير هو العراق رح أصير صاحب قتال
صار قتال بين إيران وأمريكا. إيران هنا ما راح تسكت إذا مشيتها قوتها في العراق، لكن 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 قوة أمريكا هي أقوى من إيران وراح تدمر إيران. وإيران هي نفسها عندهم خلافات بالبلد، نفسهم مقابلين على حكومتهم، يعني عندهم هزازة سياسية بالبلد وإحنا عندنا هزازة سياسية بالبلد. البرلمان ما متفق ويا بعضهم، الوزراء ما متفقين ويا بعضهم، وكل الكل قاعدين هسه في البلد احنا في مهب الريح. طيب. فهنا الشعب هو المبتلي، هو الشعب هو المبتلي، الشعب لازم يتكاتف حتى يستولى على العملاء اللي جونا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ام ازهار، كنت معنا من بغداد. طبعا نكمل الحديث بهذا الموضوع، لكن الموضوع لا يقتصر فقط على عمار الحكيم وعلى قيس الخزعلي، الموضوع اكبر من ذلك بكثير. وجود ميليشيات في العراق هو بحد ذاته انهيار لهذا البلد، وجود عصابات مسلحة تحمل السلاح خارج إطار الدولة هو انهيار للنظام الأمني في العراق، انهيار للنظام السياسي في العراق. ولكن إن جئنا إلى موضوع الاتهامات التي توجه الآن إلى الحشد الشعبي بشكل عام، هذه الميليشيات المشكلة بفتوى انتهى الموضوع وما زالت مستمرة تأخذ الدعم، أخذت شكل قانوني وتسير بهذا الاتجاه. المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري قال إن التخوين الذي تمارسه بعض الجهات على فصائل في الحشد مرفوضة، وأضاف أن اتهام فصيل وصفه بالعريق من الحشد يعتبر تصرفا قذرا يتزامن مع محاولة الأمريكان فرض وجودهم في بغداد على حد تعبيره. فصيل عريق، هم يقولون عن أنفسهم أنهم مقاومة، لكن لماذا لم يقاوموا الاحتلال؟ لماذا لم يقاوموا الولايات المتحدة عندما جاءت إلى العراق الآن منتشرة في القواعد العسكرية الموجودة في العراق؟ زار العراق رئيس الولايات المتحدة، كانوا يتفرجون، والتحالف الدولي الذي كان مع قضية تنظيم الدولة وهذا التحالف الذي جاء، كانت الولايات المتحدة هي التي تقود هذا التحالف. لماذا لم تطلق رصاصة واحدة على القوات الأمريكية من قبل هذه الجهات أو هذه الميليشيات التي تسمي نفسها عريقة أو مقاومة؟ طيب، معنا أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. تحية لك يا محمد، تحية لغناة الرافدين، وتحية للشعب، وتحية الكادر الغنائي، وتحية للمتصلين. أهلا وسهلا، تفضل. بالنسبة لما يجري بين هذه العصابات بالعراق، بين ما يسمى الانماعي الخزعلي والانماعي الثاني، فهم تربية، هذول عملاء تربية سيرة، وهذول خونة من خانوا بلدهم من أول يوم من الاحتلال الأمريكي الإيراني، فهم خونة وهم يتنازعون من أجل سرقات الشعب العراقي، فهذول محلهم الزبالة. فما معهم حل الشعب العراقي إلا أن يحذفونهم بالزبالة، لأنهم زبالات. هم ومقصد الصدر والعصابات سواد العامري، هو ما تطلع هذه الانماعات، لانه لا يوجد دوله بالعراق. يوم كان في دوله بالعراق تطلع انتم احد راى مثل هذه الانماعات القذره مثل هذا، ما في. لكن العراق لابد من ثوره والقضاء على عصابات ايران. وتحييرك وتحيير القناه. شكرا جزيلا ابو فيصل. طبعا نقلت مصادر صحفيه عن سكان محليين في محافظة الأنبار اتهامهم ميليشيا الحشد بالوقوف وراء هجوم سوق حصيبة بقضاء القائم. رصد بعض أهالي القضاء أحد عناصر ميليشيا الحشد وهو يركن السيارة الملغومة أمام محل محمد العباس وسط السوق، ليستقل بعدها سيارة مضللة تحمل شعار ميليشيا الطفوف التابعة لهيئة الحشد. انفجرت العربة بعد دقائق قليلة، هذا بحسب شهود عيان. طيب، ميليشيا الحشد أعلنت حالة طوارئ في محافظة الأنبار. مصادر صحفية قالت إن قيادات في ميليشيا عقدت اجتماع لغرض التأهب وزيادة انتشار عناصرهم في عدة مناطق من الأنبار، فضلا عن تزويد فصائلهم بمعدات وآليات عسكرية جديدة أكثر من اللي عندهم ما شاء الله. طيب، نأتي إلى موضوع آخر أوسع من العراق. هناك كما تعرفون مشاهدين الكرام، هناك انتشار لهذه الميليشيات في سوريا وفي اليمن، كان دعما للحوثي أو إن كان دعما لبشار الأسد، ويزورون لبنان بين فترة وأخرى ويحاولون الانتشار هنا وهناك بناء على توجيهات وتعليمات من إيران، لأنه كما تلاحظون هذه هي السياسة الإيرانية المرسومة فهم يسيرون عليها. الحكومة اليمنية طبعا
طالبت الحكومة في العراق حكومة عادل عبد المهدي ببيان موقفها من تصريحات زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي بشأن مساندته لميليشيا الحوثي. يعني الحكومة الشرعية اليمنية الآن تنتظر موقف العراق بشأن هذه التصريحات التي تخرج من قادة وزعماء الميليشيات في مناصرة أطراف تحارب البلدان العربية الآن للخلاص من هذه الميليشيات الموجودة في اليمن المدعومة من إيران، هذه الميليشيات التي تدعم النظام الحاكم في سوريا والتي تقوم بقتل اليمنيين والتي تقوم بنشر الرعب والإرهاب في المنطقة العربية بشكل عام. فالحكومة اليمنية تريد معرفة الموقف الرسمي في العراق من هذه المسألة. وزير المياه والبيئة اليمني عزي شريم يقول إن حكومة بغداد مطالبة باتخاذ موقف من تصريحات أكرم الكعبي بمساندة الحوثيين وقتل الشعب اليمني، وأضاف أنه كان الأحرى بالكعبي أن يحرر العراق من وصايا إيران التي حولتهم إلى مجموعة من المرتزقة قبل أن يعلن استعداده لإرسال الإرهابيين إلى اليمن. طبعا كما تحدثنا أكرم الكعبي كان في السابق أعلن استعداده لدعم ميليشيا الحوثي بالمقاتلين والسلاح. هذه هي النظرة العربية، النظرة الدولية لهذه الميليشيات الموجودة في العراق. نعم قد يكون الآن باعتباره يمني ضمن الحكومة الشرعية يهاجم الأطراف التي تريد أن تدعم الحوثي، لكن حتى بدون هذا التصريح من هذا الوزير اليمني فوضع الميليشيات في العراق هو وضع معروف للعرب بشكل عام، كانوا حكومات أو حتى مجتمعات. هم مجموعة كما وصفهم وزير المياه والبيئة اليمني، مجموعة من المرتزقة، مجموعة من الإرهابيين يقومون بنشر الرعب والإرهاب في العراق. كان الأولى بك فعلا أن تحرر العراق من إيران، كان الأولى بهذه الميليشيات وبهؤلاء السياسيين أن يخلصوا العراق من أمريكا، من إيران، من أي دولة تتدخل، ويقوموا ببناء دولتهم بسيادة وبحرية واستقلالية وبشكل منظم، وبالأموال التي لدينا الآن نستطيع بناء هذه الدولة بشكل صحيح. لكن هناك ولاءات تطغى على هذه الأفكار وهذه العقول، هناك انتماءات، هناك تحزب، هناك تخندق. هذه الأمور هي التي تعرقل بناء ومسيرة الدولة العراقية، هي التي تتسبب في استمرار المجتمع العراقي بالمعاناة من دمار وخراب وقتل وسرقات، ووجود أحزاب وميليشيات متسلطة فوق القانون، خارجة عن سلطة القانون، لا توجد دولة تسيطر عليهم، لا توجد قوات حكومية تستطيع أن تسيطر عليهم، وبالتالي يفعلون ما يفعلون. في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.